طبعا هذا أكبر مصدر للفساد هو وجود الانقسام السياسي في ليبيا، أيضا وجود حكومة اثني بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، وبعد يعني وعود المجتمع الدولي بدعم حكومة السراج واعتبارها حكومة موحدة لكل البلاد، وهناك قرار من مجلس الأمن بعدم التعامل مع الحكومة الأجسام الموازية للاتفاق السياسي. نتفاجأ بأن خلال سنة 2015 إلى 2017 تقوم هذه الحكومة التي لا تملك أي شرعية سواء داخلية أو خارجية بصرف مبالغ 21 مليار دولار، وهي صراحة مبالغ هائلة جدا، ولا أدري في أي باب سوف يتم تصنيف هذه المبالغ. هذه الحكومة الغير معترف بها لا داخليا ولا خارجيا ولا دوليا، وتعتبر من الأجسام الموازية للاتفاق السياسي، تصرف هذا الرقم دون وجود أي رقابة سواء من ديوان المحاسبة في المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية. في الحقيقة هذه أكبر عملية فساد ممنهج يشرف عليها المجتمع الدولي بنفسه، يعني المجتمع الدولي الذي ورطنا في هذا الاتفاق السياسي الذي خرق كل القوانين الليبية وخرق كل أحكام المحاكم الليبية، ولم يأتي عبر توافق الليبيين، ولم يأتي برضا الليبيين، وإنما يعني فرض على الليبيين بالقوة من قوة خارجية، وتم إقناع بعض الليبيين الذين جروا خلف هذا الاتفاق بأن سوف يتم دعم هذا الاتفاق ودعم المؤسسات الناتجة عن هذا الاتفاق لكي تفرض سيطرتها الكاملة على ليبيا وتنهي الانقسام السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يسبب في هذا الهدر الكبير للمال العام ويسبب في هذا الفساد الكبير. نتفاجأ بعد أكثر من سنتين من هذا الاتفاق أن زيادة حدة الفساد، لازال الانقسام السياسي كما هو، وهو أيضا كما قلت مصدر من مصادر الفساد. اليوم تطالعنا الأخبار عن طباعة جديدة للنقد الليبي في روسيا، يعني هذا الأمر الذي جعل سعر الصرف للعملة الصعبة يصعد بشكل كبير جدا، الآن يقترب من سعر 8 دينار للدولار، وهو مما يزيد معاناة الليبيين ومما يزيد عمليات الفساد أيضا، ويجعل الفساد يستشري أيضا، يعتبر يعني مسمار آخر يدق في معش العملة الليبية التي تفقد قيمتها يوما بعد يوم. وهذا الأمر هو أكبر عملية فساد ممنهج تجري على عين طيب المجتمع الدولي مروان. وعين المصرف المركزي والمؤسسات التي تدعي أنها تحارب الفساد. أستاذ نعم. مروان، الآن بحسب يعني تصريحات حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق، وكذلك أيضا ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، أن هذه الحكومة من أولوياتها مكافحة الفساد، فكيف يقع مثل هذا الفساد، ولماذا هذا الإهمال المتعمد من عدم بالفعل يعني إصدار أو إصدار قوانين وإجراءات توقف على الأقل أو تحد من هذا الفساد؟ القوانين موجودة أخي عبد الله، تحتاج إلى تطبيق فقط، الإشكالية في التنفيذ وليس في التشريعات. التشريعات موجودة، هناك تشريعات تخص محاربة الفساد ومكافحة الفساد، هناك أيضا جهاز قضائي يمكن الاعتماد عليه في يعني متابعة هذه العمليات، عملية الفساد، وكذلك المتورطين فيها، ولكن الإشكالية تقع على الجهة التنفيذية وهي المجلس الرئاسي وحكومته. هذه الجهة لم تقم ب يعني تفعيل آليات مكافحة الفساد، سواء كانت مؤسسات، سواء كانت أجهزة أمنية، سواء كانت أجهزة رقابية. يعني الديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية ليست الأجهزة الرقابية الوحيدة في الدولة، هناك لجان مكافحة الفساد، هناك يعني الرقابة الداخلية لوزارة المالية، هناك مراقبون ماليون يعني موجودون في كل المؤسسات، ينبغي ألا تجري أي معاملة مالية إلا بعد توقيع المراقب المالي وهو موظف يتبع وزارة المالية.
يعني وزارة المالية اليوم أصدرت بيان من صفحتين وهي يعني تضع المبررات وتضع اللوم على أن الأمر هو بروباغندا إعلامية ومحاولة استخدام هذا التقرير لأجندات سياسية وغير ذلك. لا أعرف كيف تقوم وزارة كوزارة المالية وهي ينبغي أن تكون وزارة حرفية ليس لها علاقة بالسياسة تتكلم عن أجندات زراعية ومشاريع سياسية خلف هذا التقرير. أنت يا وزارة المالية هناك اتهامات، هناك عمليات فساد يعني جرت من خلال موظفينك في مؤسسات الدولة، هؤلاء الموظفين وهم المراقبون الماليون ماذا عملوا لإيقاف هذه العمليات عمليات الفساد؟ عندما تطالعنا يعني فواتير بتكليفات خاصة دون أي إجراءات قانونية في هذه المعاملات المالية، وهذا الفساد الكبير مسؤول عليه بشكل كبير وزارة المالية التابعة لحكومة السراج. يعني بدل طيب أن أستاذ مروان تحقق في أستاذ مروان، هل نعم برأيك أن هناك ضغوطات على ديوان المحاسبة لإصدار هذا التقرير وبهذا الشكل؟ لا، هذا الأمر غير صحيح. ديوان المحاسبة كان يطالعنا بتقرير عن الوضع المالي والإداري في البلاد كل سنة ولم يتخلف عن ذلك طيلة السنوات الماضية، ولم يقل أحد في السنوات الماضية أن هناك ضغوطات أو يعني مشاريع سياسية أو جندات سياسية وراء إخراج هذه التقارير. التقرير مهني وحرفي وأعد على طول السنة ومدعم بالمستندات وبالوثائق. من أراد أن يرد على تقرير ديوان المحاسبة فليرد على الأرقام التي أوردها ديوان المحاسبة والوثائق والمستندات. يعني الديوان عندما يتكلم عن عمليات فساد يعني تم إهدار أموال فيها يضع رقم إذن الصرف الموجود في هذه المعاملة وتاريخه، يعني الأمر مدعم بالأرقام ومدعم بالمستندات والوثائق. للرد رد يعني يطلع إذن الصرف هذا اللي يتكلم عليه تقرير ديوان المحاسبة أقول لا والله يرى المبلغ مو صحيح، لكن تصبح تهرج. هذا تهريج يا أخي عبد الله عندما تقول بأن هذا التقرير وراءه أجندة سياسية أو أنه جاء في توقيت غير صحيح أو كل هذا الأمر، أعتقد بأنها يعني محاولة سمجة لتبرير الفساد وللدفاع عن أنفسهم، لأنهم يعني وجدوا أنفسهم في هذا الموقف الخطير. الآن الشعب يغلي، الشارع يغلي، كل يعني كان من مبررات دخول هذه الحكومة إلى طرابلس وهي حكومة غير شرعية هي القضاء على بعض عمليات الفساد الموجودة في السابق والتي كانت يعني في مجملها ناتجة عن الانقسام السياسي الموجود في مؤسسات الدولة. نعم. الآن هذا الانقسام نعم. طيب. بدل أن يقضى عليه أصبح يترسخ أكثر وأكثر. نعم. يعني في عهد هذه الحكومة تم طباعة العملة الليبية مرتين في روسيا وتسببت في زيادة صرف السعر الصرف.